طيب اخر حاجة وقفنا عندها ان احنا عملنا باكب وريستور للكونفيجريشن بتاعتنا. هفتح لاب كده نكمل عليه الفاضل. ماي لابس المرة اللي فاتت احنا حطينا سيرفر وصلناه في الشبكة بتاعتنا وخلناه يشتغل TFTP سيرفر، وقدرنا ان احنا نعمل ايه، ناخد نسخة من الستارت هنا او من الكونفيجريشن اللي هنا نرميها على السيرفر ده، بحيث ان الراوتر ده لو اتحرق او حصل فيه مشكلة. وفعلا المرة اللي فاتت شلنا الراوتر ده خالص وحطينا راوتر جديد، اخدنا نفس النسخة الكونفيجريشن اللي موجودة هنا رجعناها هنا تاني عشان الدنيا ترجع لأصلها. طب ازاي اخد باك اب بقى كمان من ايه؟ من الـ iOS اللي هو نظام التشغيل بتاعنا اللي هو موجود داخل الفلاش. تعالوا كده نشوف مع بعض على البوردة. انت عندك الراوتر بتاعك اهو، عارفين ان الراوتر بيبقى جواه ميموري اسمها ايه؟ فلاش. والفلاش دي هي اللي بيبقى متخزن جواها ملف، الملف ده بيبقى امتداده في الاخر كده مكتوب دوت بي، ده عباره عن ايه؟ الفايل بتاع نظام التشغيل اللي الراوتر بيستخدمه، ده الاي او اس بتاعنا. واحنا عارفين الاي او اس ده في منه فيرجنز مختلفه. طيب واكيد الراوتر ده واصل في شبكه اهي، وده جهاز. انا هعمل ايه بقى بمنتهى البساطه؟ شفنا احنا المره اللي فاتت ازاي اجي على الجهاز ده اشغله تي اف تي بي سيرفر واحط فيه فولدر، فالفولدر ده يبقى جاهز لاستقبال داتا من اي حد يبعت له داتا. اقوم جاي بقى داخل على الراوتر ده، خش على الاعدادات بتاعته، سي ده الاي بي بتاعه 10.0.0.50 وده الاي بي بتاعه 10.0.0.200. اقوم جاي على ده اقول له ايه؟ الله يكرمك كده انا عايزك تكوبي نسخة من اللي عندك في الفلاش، حطها لي فين بقى؟ على تي اف تي بي. واقوم جاي كاتب له هنا تي اف تي بي انتر. هيسألني يقول لي طب اديني الاي بي بتاع السيرفر اللي انت عايزني احط عليه نسخة من الفلاش. اقول له والله الاي بي 10.0.0.50. هيسألني سؤال كمان، الفلاش ده قد يكون متخزن جواه عدد من الفايلز مش بس الملف ده، فعشان كده لازم يسالني يقول لي ايه؟ اديني اسم الفايل اللي متخزن جوه الفلاش اللي انت عايز تاخد نسخه منه ترميها على تي اف تي بي سيرفر. عشان كده كان لازم قبل ما نكتب الكوماند ده، فصدق سامو كده، نكتب الكوماند ده شو فلاش، يعني يا راوتر وريني محتوى الفلاش اللي عندك. فهلاقي من ضمن المحتوى الملف اللي انا عايز اخد نسخه احتياطيه منه اللي هو دوت بين. او جاي واخد الاسم بتاعه زي ما هو كده كوبي، عشان لما اقول له كوبي اللي في الفلاش حطه في الدي تي بي ويسالني على اسم الملف اللي انا عايزه كوبي، او جاي حاطط له الملف اللي هو دوت ايه كوبي. فانا هديله حاجتين، اسم الملف اللي انا عايزه كوبي، الاي بي بتاع السيرفر اللي انا هحط عليه نسخه من هذا الملف. هيسالني سؤال كمان، الملف ده لما تيجي تحطه هنا عايز تحطه بنفس اسمه اللي هو متخزن بيه هنا، ولا تحب اسميهولك باي اسم مختلف؟ انا ممكن مثلا لو الراوتر ده هو عباره عن R1 اقول له طب بص سميه R1.bin عشان اعرف انا ان الاي او اس ده بتاع R1. ويا ريت يا ريت قلنا الاي او اس ده فيه منه فيرجنز، يعني سي الاي او اس اللي بتخزن هنا فيرجن 12.4، فسميه كده R1 12.4.bin، فتعرف ان الاي او اس ده بتاع R1 والفيرجن بتاعه 12.4 اللي هو في اي سؤال لحد دلوقتي كده؟ الحمد لله بقى متامن عندنا هنا نسخه من ايه؟ من الاي او اس اسمها R1 12.4. هنفترض بقى سيادتك دلوقتي اشتريت راوتر جديد والاي او اس اللي موجود في الراوتر الجديد اهو، ده راوتر بقى جديد كده، الاي او اس اللي موجود فيه فيرجن اقدم او فيرجن احدث، وانت مش عاجبك، انت عايز على الراوتر الجديد
استخدم نفس الفيرجن اللي كنت مستخدمه على الراوتر القديم. تمام؟ ما بس خلي بالك يكون الراوتر الجديد نفس الموديل. يعني زي مثلا الراوتر ده كان 2800 رحت انا اشتريت راوتر جديد برضه 2811 بس الاي او اس اللي جه مع ده كان مثلا 12.3 والاي او اس اللي انا كنت واخد نسخه احتياطيه منه 12.4 انا بقى مش عايز اشتغل ب 12.3 عايز اشتغل ب 12.4 صح كده او حاجه ثانيه افرض سيادتك قاصد او مش قاصد دلت الملف اللي هو الدوت فين ده فما تقلقش هنكبير نسخه منه من المكان اللي احنا حاطين فيه نسخه احتياطيه ازاي بقى اعمل عمليه الايه الستور تخيل معايا ان ده بقى راوتر جديد اهو بس جواه ملف دوت بين دوت بين وبس ده 12.3 وانا مش عاجبني خلاص تعال نعمل عمليه العكسيه انا كده وريتك ازاي تعمل كده بكر بسيط قول له ايه بقى العكس بقى اهو انا عايز الكوبي اللي فيه الدي اف دي بي احطه فين في الفلاش العكس هيقول لي طب اديني الاي بي بتاع الدي اف دي بي سيرفر اللي انت عايز تجيب منه فايل اقول له والله الاي بي بتاعه 10 0 0 50 طب هيقول لي اديني اسم الملف اللي مرمي هنا على الدي اف دي بي سيرفر اللي انت عايز تاخده وتحطه فين هنا اسمه ايه ها r1 12.4 dot bin طب الملف ده انت عايز تاخده تحطه في الفلاش بنفس اسمه ولا عايز تحطه باسم مختلف فهيسالني على النيم اللي انا عايز اخزنه بيه في الفلاش وبعدين هدوس انتر المفترض يبدا يعمل ايه دلوقتي ياخد نسخه من الملف ده يحطها هنا بس خد بالك خد بالك الفلاش ستيل لسه فيها انهي ملف ال 12.3 انت كده هتحط جنبه الملف الثاني اللي هو 12 بوينت كام وهنا بقى ممكن يطلع لك ايرور لما تدوس انتر هنا وتكمل الخطوات ليه عاده يعني في اللاب اللي احنا هنعمله مع بعض حجم الفلاش دي 64 ميجا ده الاجمالي بتاع الحجم بتاعها وحجم الملف اللي فيها عاده اللي هو الاي او اس ده بيبقى في حدود 50 ميجا يعني الفاضي فيها قد ايه 14 ميجا فلو انت جيت تحط ملف بين تاني جنب اللي موجود هتلاقيه قاعد يحمل شويه ويطلع لك ايرور بيقول لك ايه بقى في الايرور نو انف سبيس مفيش مساحه ايه مفيش مساحه كفايه عشان كده كان المفترض سيادتك تعمل ايه قبل ما تبدا تكبير الفيرجن الجديد ها تقوم جاي كاتب كده بص بص تقول له شو فلاش فيوريك محتوى الفلاش هتلاقي انهي ملف اللي هو ده تقول له طب بص الله يكرمك ديليت مسافه فلاش ديليت فلاش يعني انا عايز امسح فايل معين من الفلاش اول ما ادوس انتر يقول لي اديني اسم الفايل فاقول له والله انهي ملف بقى اللي هو الدوت بين الفيرجن اللي هو كام؟ 12.3 بقى كده في مساحه فاضيه في الفلاش بعد كده ابدا كوبي بس خد بالك من حاجه مهمه اوعى تدلته وبعدين تقول ايه طب خلاص بعدين ابقى كوبي الاي او اس الجديد لا ما انت لو دلت ده انت كده كانك شلت نظام التشغيل اللي على ايه الجهاز لو قلت طب بعدين ابقى اكمل ولا الكهرباء قطعت وانت شغال او انت قلت اكمل ايا كان ساعتها لو جيت تشغل الراوتر ده تاني مش هيشتغل معاك لان اصل نظام التشغيل انت كده ايه كان لازم وهو شغال اوريدي بعد ما دلت ما تلحق بسرعه بسرعه ها تنقل فايل جديد او يا سلام لو كان عندك مساحه كافيه كان المفترض تعمل ايه؟ تنقل الفايل الجديد وبعد كده لو عايز تمسح ايه؟ القديم تمسح القديم بس ما تمسحش القديم الا لما تحط ايه؟ لما تحط الجديد طبعا لو انت مسحت ده او كان عندك مساحه كفايه افرض يا عم الفلاش بتاعك كان 256 يعني ممكن تحط فيه الاثنين ساعتها مش هيقول لك بقى ايرور وهتلاقي الدنيا اشتغلت معاك زي الفل على اول واحد كده هيبقى موجود الاثنين السؤال بقى لما اجي اشغل الراوتر انهي واحد اللي هيشتغل ها لا مش شرط اقدم واحد هو اللي بيشتغل اللي اتحط الاول جوه الفلاش هو اللي بيشتغل اذا ستيل لحد دلوقتي رغم ان انا حاطط الاثنين ده كده زي ايه ولا ليه اي لازمه تمام طب الحل ايه عندك حل من الاثنين يا تمسح الايه
تمسح القديم فمش هيبقى قدامه غير الايه؟ غير الجديد. يا تكتب الكوماند ده وتقول له ايه؟ بوت مسافة سيستم مسافة فلاش مسافة وتديله انت تحدد له بمزاجك اسم الفايل اللي انت عايزه اشتغل منه اثناء الايه الستارت اب. فشوف انت بقى يعني ممكن اكتب الكوماند ده واحط له انهي فيرجن 12.4 كده وهو بيشتغل مش هيبص بقى على هذا الملف، هيبص على الملف اللي هو اللي انا حددت له اسمه اللي هو 12.4. تمام كده؟ ده سخن لو هو مش بين لو هو دايركت في كوماند بيفتحه يفتح دايركت الفايلات. لا انت الفلاش ما بينفعش تحط فيها فولدر، تحط فيها فايلز على طول. على طول بس في كوماند اسمه سي دي. سي دي وتكتب له اسم الحاجه اللي انت عايز تدخل فيها. بس بكتب سي دي فلاش عشان يدخلني جوه الفلاش. لكن سي دي واخش جوه فولدر دي ما عدتش عليا قبل كده. تمام؟ طيب. يبقى هقول له بوت سيستم فلاش وادي له اسم اللي. انت عارف انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تقول له بوت سيستم فلاش وتدي له النسخه اللي هي 12.4. وبعدين ترسفر الراوتر فكده هيخش على 12 بوينت. سيب انت شغال عليها لقيتها فيها بتعمل مشاكل او الاوامر اللي انت كنت مستخدمها على 12 بوينت 3 مثلا مش شغال على 12 بوينت 4. ساعات كده بيبقى فيه بعض اوامر بسيطه مش كتير قوي. يعني انت لو عندك باك اب من كونفجريشن فيها 50 كوماند ممكن تلاقي مثلا ايه بعض اوامر بسيطه بتشتغل على فيرجن معين من الاي او اس وما تشتغلش على فيرجن تاني. يعني ان شاء الله لما نتعمق في الشبكات هتلاقي كوماند معين اقول لك الكوماند ده بالصيغه دي تكتبه على فيرجن 12.4. لو عايز تشتغل على فيرجن 15 في كوماند تاني يعادله بس ايه في اختلاف بسيط. فساعات بيبقى في كوماندات معينه تشتغل على فيرجن وما تشتغلش بس تبقى حاجات نادره وبسيطه. يعني افرض انت بقى ما عجبكش 12.4 عادي وانت جوه 12.4 وباكتب بوت سيستم فلاش وارجع تاني اديله اسم النسخه اللي هي كام؟ 12.3 راستر كانك عمال تتلقى. انت عارف لما انت بتنزل على جهاز الكمبيوتر بتاعك اثنين ويندوز يبقى فيه نيزر وهو بيشتغل بيطلع لك ايه؟ رساله تختار انت عايز تخش على ده ولا ده. لكن هنا في سيسكو مفيش الحته دي. هنا بقى ايه بص وانت جوه واحد اكتب الكوماند ده واديله اسم التاني وراستر يدخلك على التاني وانت جوه التاني اديله نفس الكوماند واديله اسم الاولاني فيدخلك على الاولاني. طب الديفولت ايه؟ الديفولت ان هو بياخد الملف الاقدم ويشتغل بيه اللي هو اول واحد. في اي سؤال لحضرتك؟ انا بشتغل على الجديد كل مره لازم اعمل له بوت سيستم فلاش. لا الكوماند ده تكتبه مره واحده وتديله واحده ايه؟ واحده ورر خلاص هيسيف ده كده هيسيف خلاص. وأما سيفت ده يبقى في كل مره الجهاز هيشتغل هيشتغل على 12.4. مش عاجبك ممكن وانت جوه 12.4 ترجع تكتب له الكوماند تاني تديله اسم الايه؟ في بقى حاجه بس لما تطبقوا الحته دي عملي افرض سيادتك دلت الملف اللي هنا وكنت لسه بتنقل في الجديد الكهرباء قطعت يبقى كده اصبح الفلاش ايه؟ القديم اتدلت والجديد ما اتحطش. او الجديد اللي انت حطيته اكتشفت ان هو مش بتاع الراوتر ده لان خلي بالك انت لو عندك راوتر في الموديل بتاعه 2811 يبقى لازم تجيب الاي او اس بتاعه بتاع الموديل 2811. ما ينفعش مثلا ايه تروح على راوتر تاني 2911 تاخد نسخه من الاي او اس اللي عليه تحطها على 2811. لا الاي او اس ده بينزل تحديدا للهاردوير وفيرجن معينه. ما ينفعش يستخدم ما ينفعش مثلا اخد انا الاندرويد بتاع مثلا جالاكسي اس 3 انزله على نوت 4. ما ينفعش انت لازم تنزل نسخه الاندرويد بتاع النوت ايه؟ النوت 4. معايا؟ فنفس الكلام هنا، افرض بقى سيادتك اكتشفت ان الاي او اس اللي انت حطيته هنا جوه الراوتر ده مش هو الاي او اس بتاعه. ساعتها هتيجي تشغله ومش هيشتغل. طيب دلكت القديم ولسه متكابير الجديد الكهرباء قطعت، يبقى كده خلاص ما عادش في الاي او اس بيتشغل ومش هيشتغل. كابيرت الجديد واكتشفت وانت بتشغله ان الجديد ده الكابير ناقص، احنا قلنا التي اف تي بي بيشتغل ايه؟ يو دي بي. فلو الملف ده اتنقل ممكن يكون فيه اجزاء سيجمنتس منه وقعت او باظت او اتشوهت وهي ماشيه وبالتالي ما اتنقلش النسخه تبقى الاصل زي ما انت كبيرته هنا بسبب الايرورز اللي حصلت فيه وبالتالي هتيجي تشغل ده ما
او حد عمل ايه دخل قاصد او مش قاصد فرمت الفلاش دي دلت الملفات اللي فيها كده انت سقطت ايه بقى سقطت سيستم بقى سقطت نظام التشغيل ده بقى نتغلب عليه بحاجه نشوفها بعد ما نخلص دي اسمها اي او اس ريكفري اللي هي ايه تعادل في جهاز الكمبيوتر ازاي تنزل ويندوز هنا بقى ازاي تنزل ايه نظام تشغيل والراوتر ما عليهوش اصلا نظام تشغيل يعني سؤال اطبق لكم الحته دي عملي ويندوز وهديكم اللاب ده هو هو تطبقوها ورايا على طول انا هاجي بس على الجهاز ده اديله 10.0050 افترض الجيت واي بتاعه هيبقى كام 10.0021 طيب والمفترض هاجي عليه اتاكد ان خدمه التي اف تي دي شغاله امسح بس الملفات الكتير دي عشان ما تعمل الناس زحمه اهو اروح بقى على الراوتر اول حاجه اكتبها عليها اقول له شو اعمل له باسورد شو فلاش قال لي بص ده اسم الملف اللي موجود فيه ده فيرجن كام ده 12.4 اخد الاسم في ناس بتغلط وبتاخد الاسم من الاول هنا لا ده حجمه ده كام ده 50 ميجا وبص الفلاش كلها حجمها كام تقريبا 64 ميجا يعني الفاضي اللي فيها اللي فاضل حوالي بتاع يعني ايه 12 13 ميجا ده اللي فاضي تمام طيب اخد بقى الاسم ده زي ما هو كوبي هو جاي هنا قايل له ايه انا عايز اكوبي نسخه من اللي في الفلاش حطها في تي اف تي بي انتر اسم الملف اللي في الفلاش ايه اهو الاي بي بتاع تي اف تي بي سيرفر ايه 10.0 كام 50 هتخزن الملف هناك ايه بنفس الاسم ولا ايه رايك اسميه ار 1 12.4 دوت بي كده عارف بيعمل ايه راح يرمي الملف هناك فعلا الملف اترمى هناك حجمه 50 ميجا روح بقى دلوقتي على السيرفر ده وافتح كده تي اف تي بي تلاقي الملف اتحط فرضا بقى سيادتك هنا دلوقتي سواء قاصد او مش قاصد كونفيج او خلينا الاول نجرب ايه نكوبي اللي في الفلاش او مش اللي في الفلاش بقى تي اف تي بي حطه في الفلاش انتر الاي بي كام 10.0050 الملف اسمه ايه لازم تديهوله بنفس الاسم اللي متخزن بيه هنا اللي انا لسه حتى كاتبه اهو اخده زي ما هو ايه كوبي بس هتخزنه عندك بنفس الاسم ماشي بص بقى يا عيني وهو بيكبير قال لك ايه ايرور مو ينا فيها سبيس مو ينا في سبيس لازم انت بقى تقول له ايه الاول ديليت فلاش بس الاول خليني اكتب ايه شو فلاش شو فلاش اخد الملف ده زي ما هو كده اقول له ايه ديليت فلاش خد بالك في امر تاني غير ديليت فلاش اسمه بس مش بيشتغل على الباكت تريسر اريز اوعى تستخدم هذا الكوماند اريز فلاش بيفرمط الفلاش ويمسح كل محتوياته وما بيسالكش انت عايز تمسح انهي فايل جواها تمام كده زي بالظبط تحط الفلاشه وتعمل لها فورمات تمام كده لكن الامر التاني اللي هو ديليت لما اقول له ديليت فلاش يقول لي اديني اسم الملف اللي انت عايز تمسحه فاقول له والله اسم الملف ايه اهو انتر متاكد جرب بقى دلوقتي قول له شوف فلاش الملف طار انت عارف كده انا عملت ايه انا سقطت الويندوز سقطت نظام التشغيل بتاعي بسرعه اوعى بقى تطفي الجهاز ولا كهرباء ولا اي حاجه بسرعه تعالى ايه نكوبي اللي في التي اف تي نحطه في فلاش على 10.0050 الملف اسمه ايه اللي احنا كنا كتبنا اسمه ما كنت واخده كوبي لا ناخده كوبي تاني عشان ما اكتبوش غلط بس ار 1 انتر هتخزنه بنفس الاسم ماشي خزنه بنفس الاسم المره دي بقى هو بيكبيره ما طلعليش ايرور لما اقول له بقى شو فلاش
الملف كده ايه الحمد لله رجعناه تاني والدنيا شغاله زي ها. في اي سؤال عايز تتاكد بقى ان الاي او اس جي اللي انت حطيته ده اللي كان في الباك اب بتاعك ده فعلا شغال، لازم تعمل ايه بقى؟ راستر، عشان لما هتراستر هياخده ويحطه في الرامات ويبدا يجربه، لان في احتماليه ان هو يكون اتنقل ناقص او مش هو ده الاي او اس بتاع موديل الراوتر بتاعك وهكذا. افصل الشو، بصوا اللاب ده هو هو كده هكبره لكم. خلصنا ازاي تاخد باك اب وريستور سواء الاي او اس او للكونفجريشن. تعالى نشوف ازاي تعمل اي او اس ريكفري. اي او اس ريكفري مقصود ايه بالاي او اس ريكفري؟ سيادتك عندك راوتر، الراوتر ده جواه فلاش، ركزوا معايا بقى، الفلاش ده للاسف للاسف لا يحتوي على ملف الدوت بين اللي هو لازم يكون موجود عشان الجهاز ده نظام التشغيل بتاعه، مش موجود. او انت حاطط ملف دوت بين وطلع مش هو ده بتاع الايه؟ بتاع الراوتر. او عارف ممكن تكون انت عملت ايه؟ عارفين الكوماند اللي انا قلت لك عليه اللي هو بوت سيستم مسافه فلاش، كتبته غلط، مش المفترض تقول له اسم الملف اللي موجود في الفلاش اللي هيبوت منه، انت جاي كاتب الاسم بس للاسف كتبت الاسم غلط، ده مش مطابق للاسم اللي متخزن هنا، وهو بيشتغل هيدور على اسم الملف ده مش هيلاقيه، وبالتالي مش هيعرف يعمل بوت منه. طب الحل ايه؟ كده الجهاز وقف كانك سقطت الويندوز بتاع الجهاز. قال لك ما تقلقش سيسكو حطالك جوه الراوتر بتاعك حاجه اسمها روم ريد اونلي ميموري، او ساعات بيسموها روم تمام كده. تحتوي بداخلها على ايه؟ ميني اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل شبه الايه؟ شبه الدوس كده، شبه كانه اعتبره حاجه زي الدوس كده اي او اس، بس خلي بالك ده تعبان جدا بايع، يعني كل الاوامر اللي احنا درسناها هنا لو جيت تكتبها لو انت اشتغلت على ده هتلاقيها مش شغاله، ده هتلاقيه بيسبورت ايه؟ 3 4 5 كوماندات كده معايا، وبصيغه مختلفه كمان عن اللي احنا درسناه ايه؟ اللي احنا درسناه هنا. فده بنستخدمه استخدام مؤقت للطوارئ، ومن خلاله بنقدر نعمل ايه بقى؟ نحط اهم حاجه يبقى عندي نظام تشغيل مؤقت كده عشان اقدر احط اي او اس كده. ايه اللي هيحصل؟ طالما مفيش هنا اي او اس، الفلاش ابيض، الجهاز هو بيشتغل بيبص على الفلاش هيلاقيه فاضي، فيضطر يعمل ايه بقى؟ احنا قلنا دايما الحاجه بيتعمل لها لود فين؟ في الرام. يقوم جاي واخد الميني او اس حاطه فين؟ في الرام، وتلاقي الجهاز فتح معاك وكاتب لك كده روم حاجه غريبه دي عمرها ما عدت علينا. تمام، تعال نجربها عملي. اجربها عملي ازاي؟ انا هفرمط الفلاش، هطير الفايل اللي فيها، هرستر الراوتر واشوف اللي هيحصل. او هاجي على الراوتر ده انيبل شو فلاش، الاول بس اكتب الايه؟ الباسورد شو فلاش، شايف الاي او اس ده؟ كوبي واقول له ديليت فلاش انتر، وامسح الاي او اس الوحيد اللي موجود. طبعا دلوقتي لو قلت له شو فلاش مفيش، تيجي بقى اقول له ريلود يعني راستر انتر كونفيرم، شفت ايه اللي حصل لما الراوتر اتراستر؟ دخلني على الرومون ده اللي هو نظام ده. جرب بقى هنا الاوامر اللي احنا طول عمرنا متعودين عليها، انيبل يقول لك انت بتهرج، ايه انيبل ده؟ كونفي تي انترفيس مش عارف ايه، مش هتلاقي اي حاجه من اللي احنا اخدناها دي، ايه يا دوبك شويه كوماندات تافهه كده بنبدا بس على الاقل اديك ايه دخلت على الراوتر فيه شويه كوماندات هتكتب. احنا هدفنا ايه بقى؟ عايزين نحط اي او اس ايه؟ انا خلاص بص حضرتك عشان انت موصل كابل ده الجهاز بتاعك اهو،
وده كابل ايه؟ الكونسول. واصل هنا في الفتحه الكونسول، وواصل هنا في الفتحه الايه؟ السريال. مفترض خلي بالك كابل الكونسول ده مخصص وبيستخدم للكونفيجريشن، يعني وانا قاعد هنا ببعت ايه؟ اوامر عشان اطلب ايه؟ الاوامر دي عباره عن ايه؟ شويه حروف، حاجات بسيطه حجمها صغير صح كده؟ فعادي جدا لو انت استخدمت كابل الكونسول في عمل كونفيجريشن للراوتر. بلا خلاص، ايه المانع ان احنا نستغل كابل الكونسول ده ونبعت داتا عليه؟ نبعت ايه بقى؟ يكون عندك على الجهاز ده فولدر، فولدر يحتوي على نسخه من الاي او اس دوت بين اللي ان شاء الله احنا ناويين نحطه فين؟ وهننقله باستخدام كابل الايه؟ المفترض كابل الكونسول ده مخصص لايه بس؟ كونفيجريشن. احنا بقى هنستغله ونبعت عليه اي او اس، اللي هو ممكن يكون حجمه كام الاي او اس ده؟ 50 ميجا، 100 ميجا، حاجات بالميجات زي ما انت شايف كده. انما لو انا ببعت له كوماندات، تعرف لو انت كتبت شو رن، انت عارف ده عباره عن ايه؟ كل حرف من دول عباره عن بايت. يعني دول كده ادي 1 2، لو اعتبرت السبيس دي برضو يبقى دي 1 2 3 4 5 6، انت كده بتبعت 6 ايه؟ 6 بايت. 6 بايت لو هيتبعت على كابل الكونسول هيطلع لك بسرعه. انما لما تبعت 50 ميجا على كابل الكونسول او 100 ميجا على كابل الكونسول يبقى اقعد بقى قاعد. عشان كده الطريقه اللي انا بشرحها ديت اللي احنا هنستغل فيها كابل الكونسول طريقه عقيمه شويه، عشان كده في طريقه ثانيه هنتكلم عليها كمان شويه، بس الطريقه الثانيه ممكن ما تعرفش تستخدمها فتضطر ان انت تستخدم الطريقه دي. انت هنا عايز تنقل ملف بحجمه 50 او 100 ميجا عن طريق كابل التعبان ده اللي سرعته في الضياع، يعني عاده بيبقى سرعه ده مثلا ايه؟ 9600. بص انا حتى خليني اوريك سرعته هنا. بص لما بتيجي على اي جهاز قول له انا عايز اخش، بس عايزين نخش بقى ايه؟ كونسول. وتفتح التيرمينال، بص بيقول لك السرعه ايه؟ 9600 ايه؟ بيت. 9600 بيت يعني ايه؟ يعني 9.6 كيلو بيت. حاجة ايه؟ في الضياع. احنا طول عمرنا متعودين لو انت مثلا شغال على اجهزة وفتحات ار جي 45 سرعات النقل ايه؟ ممكن تبقى 10 100 1000 ايه؟ ميجا بيت بير سكند، مش 9 كيلو، يعني مش مكمل حتى حاجة من الميجا. استحمل بقى لو انت عايز تنقل ملف حجمه 50 او 100 ميجا اوفر كيبل سرعته في نقل، سرعته في نقل البيانات كام؟ 9.6. في ناس نقلوا ملف قعدوا 8 ساعات بيتنقل، وفي الاخر اكتشفوا بعد ما خلصوا ال 8 ساعات وهم بيشغلوه ما اشتغلش، تمام؟ طلع الملف ايه؟ ما اتنقلش تاني، فاضطروا ان هم يستخدموا طرق ثانيه هنشوفها ايه كمان شويه يعني. فالطريقه دي فاشله جدا وهتاخد وقت كبير، بس هنشوفها برضه. بص بقى هتعمل ايه؟ يبقى جهازك واصل بكابل الكونسول وعليه نسخه من الاي او اس اللي انت ناوي ترميه. المهم احنا بقى عايزين دلوقتي ايه؟ عايزين بروتوكول نستخدمه عشان ننقل داتا من الجهاز ده للجهاز ده عن طريق كابل ايه؟ الكونسول. طول عمرنا متعودين احنا لما ننقل داتا بننقلها عن طريق نتورك، بيبقى الفتحه دي ليها اي بي ودي ليها اي بي، ونستخدم بروتوكول من ثلاثه اتكلمنا عليهم، اس ام بي اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الشير بتاع مايكروسوفت، او اف تي بي او دي اف تي بي. دول الثلاث بروتوكولات اللي ممكن ننقل بيهم داتا على ايه؟ على شبكه شغاله باي بيهات. ان اصلا كابل الكونسول ده ما يبقاش ليه اي بي ولا الفتحه دي ليها اي بي، ده كده ليه استخدام خاص في المانجمنت. فعشان كده ما ينفعش استخدم بروتوكول زي الاس ام بي او الاف تي بي او دي اف تي بي انقل بيه داتا عن طريق كابل الكونسول. قال لك خلاص هنستخدم بروتوكول اسمه ايه؟ بروتوكول اسمه اكس موديل. اكس موديل هو ده البروتوكول اللي هيتم استخدامه لنقل داتا من الجهاز ده للراوتر ده عن طريق كابل ايه؟ الكونسول. كابل الكونسول. هعمل ايه بقى؟ حضرتك هتبقى داخل عن طريق كابل الكونسول، هتلاقيه دخلك على ايه؟ على الرومن، مش الاي او اس واقع، على الرومن. تقوم جاي كاتب كده اكس موديل، يعني يا راوتر انا عايزك تستخدم ايه؟ بروتوكول الاكس موديل.
علشان تكوبي ماينص سي تكوبي واديله اسم الملف اسم الملف اللي انا ناوي اكوبيره اللي هو عندنا هنا انا مسميه ايه ios.b الامر ده هيعمل ايه الامر ده انت كاتبه جوه الراوتر فاني نظام تشغيل بالظبط اللي هو الروم ده اللي هو الميني او اس صح كده الامر ده ما بينقلش الملف الامر ده بيجهز الفلاش وبيفرمطها لاستقبال الملف اللي اسمه ايه ios.b لكن لسه حتى الان الملف ايه مش هيتنقل وبعد كده لو انت كنت داخل هنا ببرنامج البوتي فبقول انا عايز ابعت لك اسند فايل يا برنامج البوتي الله يكرمك ابعت لي فايل ببروتوكول ايه يا عم ببروتوكول الاكس ايه موديل اسمه ايه الفايل ده اسمه ios.b يبدا بقى ساعتها الفايل ده يتنقل فعليا امال الامر ده ايه بهيئ الفلاش واجهزها وفرمتها لاستقبال الايه الطريقه دي مش هينفع نطبقها عملي الا على اجهزه حقيقيه مش هينفع على الباك اب تريسر نطبقها عشان كده انا جايب لك فيديو تصوير وواحد شغال على جهاز حي بص كده عليه مع بعض دي طريقه الاكس موديم ها عن طريق كابل الكونسول بسم الله